للحديث عن دلالات تكليف محمد السوداني لرئاسة الحكومة على الرغم من الرفض الشعبي له، معنا من أنقرة الناشط السياسي السيد سر الساعدي. مرحبا بك معنا. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا بكم سيد سامر. على أي أساس اعتمد البرلمان تكليف السوداني برئاسة الحكومة على الرغم من هذه الحالة السياسية الموجودة والاحتقان أيضا الذي تعاني منه البلاد؟ نعم، تحية طيبة مرة أخرى عليكم. يعني حقيقة يعني الحالة يعتبروها حالة قانونية، وهي الكتلة الأكبر هي من ترشح رئيس الجمهورية، وبالتالي بتكليف من رئيس الجمهورية. أنا باعتقادي أنه هذه حتى لو كانت هذه الحالة قانونية، لكن هي بالتالي راح تقابل رفض شعبي. والآن حقيقة هذا التكليف حتى وإن كان قانوني، لكن هو يختلف عن السابق، وهو حسب العرف السياسي المتبع منذ عام 2005 ولحد الآن، رئاسة الوزراء شيعية ويجب التوافق عليها من قبل كل القوى الشيعية المشاركة في العمل السياسي. أما الآن الكرة اختلفت، والسبب هو انسحاب الثقل الأكبر الشيعي من العملية السياسية والورقة الضغط الجماهير الكبيرة المتمثلة بالتيار الصدري. وأعتقد أنه هذه ممكن أن تكون مفارقة جدا خطيرة في إنتاج رئاسة وزراء غير متفق عليها شيعيا. نعم. وليس نعم. هذه مفارقة سيد سامر، والمفارقة الأخرى أنه تم تجاهل الكتل السياسية لرأي الشارع الذي أكد قبل 3 سنوات رفضه في تظاهرات تشرين لمحمد السوداني، واعتبروه وجها آخر للمالكي في ذلك الوقت، وما زالوا بطبيعة الحال. نعم، حقيقة تم يعني رفع صور السيد السوداني وتم رفضه من قبل ساحات التظاهر وخاصة في ساحة التحرير. هذا بدلالة على أنه الشباب العراقي المنتفض أنذاك كان رافض تولي حكومة حزب الدعوة للمرحلة المقبلة، وبالتالي هم لحد الآن لم ينسلخ محمد الشيعة السوداني عن حزب الدعوة أو عن الإطار، عن هذه التسمية الحديثة الجديدة. أما بقية الرافضين من الشعب العراقي فبالتالي هم حقيقة يعني لربما صابهم اليأس والإحباط في هذه المرة، لكن هذا اليأس والإحباط والرفض ممكن أن يترجم إلى كثير من الأمور، وهو أول عصا تقف في مسيرة رئاسة الوزراء الحالية. لماذا؟ لأن كل الذين خرجوا في المظاهرات هم ينادون بتغيير الشخوص، وحتى المؤسسات الدينية وغيرها وغيرها، وبالتالي شهدنا كثير من الأشخاص تسنموا مراكز مهمة تنفيذية وزارات وغيرها، وبالتالي هم فشلوا في إدارة وزارة صغيرة، بالتالي نوكل إليه إدارة بلد كامل ومؤسسة تنفيذية. أعتقد هذا هو الرفض من خلال الشباب العراقي. أما السيد الشيعة السوداني إذا وهذه الإذا بشرط، إذا أراد الخروج من المظلة الحزبية واستغنى بظلال هذه المنظمة الحزبية وأن يعمل باستقلالية، فما راح يقدر ولا راح ينجح. لماذا؟ لأن كل مرة رئاسة الوزراء من يتحكم فيها هي الكتل السياسية، ومن يدير دفة رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشروط هي الكتل السياسية. أما أنا أتحدى في أي رئاسة وزراء وحتى في السيد الكاظمي، العفو، في السيد السوداني أن يأتي بكابينة وزارية مستقلة بعيدة عن أهواء كيف سيكون ذلك بطبيعة الحال أستاذ سامر، طالما أن الجلسة الأخيرة للبرلمان أثبتت أن البرلمان بوجه واحد هو الوجه المؤيد لإيران كما لاحظتم، فكيف ستنتج عن هذه حكومة في وجوه مستقلة أو كابينة مستقلة كما تفضلت؟ أنا ما أعتقد سوف تنتج حكومة مستقلة نهائيا، ولا يعني نفكر في يوم من الأيام أنه راح رئيس الوزراء يكون مستقل باختيار كابينة الوزارية. هذه ما تصير في العراق نهائيا، ولا تصير في أي حكومة، ولا تصير في حكومة السيد السوداني. لماذا؟ لأن الكتل المسيطرة على ملعب رئاسة الوزراء هي من تتحكم في قضية المغانمة والمحاصصة والتوافق، وبالتالي لحد الآن هي رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية هي تغانم وتوافق بين السنة وبين الكرد وبين الشيعة. وهنا إذا أراد رئيس الوزراء ان كان السيد الشيعة السوداني او سين من الناس بعده قبله ان يخرج بكابينه مستقله،
عليه أن يحارب كل الكتل السياسية وأن يستغل دعم الشارع العراقي له. وبالتالي أعتقد هنا ما راح أمريكا تعطي الضوء الأخضر، إيران ما راح تعطي الضوء الأخضر. إذن الكابينة الوزارية مرتبطة بإيران وأمريكا، نقطة راس صفر. أستاذ سامر، ماذا عن خطاب السوداني بعد تكليفه بتشكيل الحكومة؟ هل تعتقد أنه قادر على الإيفاء بالتزاماته؟ وهل يمتلك الأدوات أو الإرادة لذلك؟ يعني حقيقة هذا بروتوكول كان متبع من قبل رؤساء الوزراء اللي تسنموا منصب رئيس الوزراء. أنا سوف أعمل، سوف أحقق، سوف أحارب، سوف أنهي الفساد، سوف أنهي السلاح المنفلت، المال المنفلت. لكن حقيقة أمر التطبيق على الواقع العراقي وعلى السياسية، على العملية السياسية في العراق، أنا ما أعتقد هو راح يستطيع يطبق هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الكتل اللي أتت بالسيد السوداني وبالسيد الكاظمي وبالسيد عادل عبد المهدي وبكل الموجودين آنذاك في الحقوبات وبالسيد نور المالكي هم كتل مسلحة مسيطرة في البرلمان، وهم يقولون نحن لدينا مكاسب انتخابية ومادية بعيدة عن رفض الشعب أم قبل الشعب، وبالتالي نحن هنا ندير كفة العملية السياسية ولا نسمح لرئيس الوزراء أن يخرج عن برنامجنا وليس عن منهاج الذي هو يتبع له. فبالتالي أنا ما أعتقد حقه سوف تكون مهمة مستحيلة وليست صعبة على السيد السوداني أم غير السيد السوداني أن يخرج من عباءة الكتل السياسية وأن يختار وزراء مستقلين، وبالتالي مستحيلة وليس صعبة. من ناحية أخرى، ماذا عن الشارع العراقي وهذا الخطاب والإصرار على تكرار وجوه العملية السياسية وخاصة الوجوه التي رفضها الشعب؟ يعني قبل ذلك في ثورة تشرين رفضوا أن يكون السوداني بديلا لعادل عبد المهدي، وها هو يعود مرة أخرى رئيسا للوزراء. كيف تتوقع أن يكون الرد الشعبي على ذلك؟ تمام، يعني لنقبل فرضية، لنقبل بالسيد السوداني رئيسا للوزراء، فرضية لنقبل، لكن كذلك ممكن أن نفرض على السيد السوداني نحن كشعب وبالتالي حقنا أن يتم اختيار كابينته الوزارية من شخوص لم يتسنم أحد منهم مركزا ما في كل حكومة متعاقبة سابقة، تقنقراط، مهنيين، كفاءات ما لهم علاقة في المناصب اللي تم، مثلا مو يجيب وزير كان في السابق برلماني أو كان في السابق مدير هيئة أو كان في السابق وزير. لا، لو أراد السيد مصطفى السوداني أن يقنع الشعب العراقي وبالتالي هنا عليه أن يختار شخوص جديدة حقيقية وغير مرتبطين بالكتل مثل ما أنا قلت، وبالتالي ممكن أن يتم إقناع الشعب العراقي في هذه ال 15 أو ال 20 يوم. أما السيد السوداني فهو حقيقة هو ليس يعني بغيضة بشخص السيد السوداني أو حقدا أو رمي الجزاف على السيد السوداني، لا، وإنما هي الشعب العراقي طالب بتغيير كل الوجوه ومن ضمنهم حزب الدعوة، مجلس الأعلى، التيار الصدري، كل المشتركين، بدر، القانون، كل المشتركين، الكتل السنية، الكتل الكردية، بالتالي أراد أن يأتي بشخوص يعني مهنيين ولا يتم تدوير كل الشخوص الموجودين كانوا في السابق ويتسنمون في اللاحق. شكرا لك الناشط السياسي سامر الساعدي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أنقرة.